يعني الفقير ياكل اللحم ياكل اللحم، اشنو 1500 مع 3 صمونايات؟ ابيع لفات شاورما ب 500، وعندي اجبان والبان وقيمه، يعني عندي معون بلف، عندي معون بلف ونص حسب الزبون ما يرغب، وعندي مثلا قشطه بربع، يعني اقل من سعر البايع بالاسواق ابيعيها، مع سكان شاي مع صمونتين، يعني الريوق ماله يكلفه 750. وعندي باسترمه بمعون بلف ونص، باسترمه وطماطه وثلاث صمونايات معانه، والحمد لله عندي ثلاث عمال هسه، يعني باعتبار ثلاث عوائل هم معي، وهذا وانت عاد تخشى على وضعية الشغل، يعني لا فكرنا بهذا المشروع وفتحنا والحمد لله الله سهلنا. والله تعرف انت هذا الشارع البكر شويه ازيد وعمال الابو تاكسي دي يطلع الصناعه، احنا شغلنا يبدي من 6 الصبح وينتهي لي 9 بالليل 10 بالليل، يعني مستمرين احنا، انه شاور ما عدنا 500 وباصر ما حتى اللي يرغب بالليل عدنا ب 1500، والضغط تيجي العالم يعني اكو اقبال عليها على الغدوي. ما اختلف ما اقول لك، هو الربح قليل تمام بس الكميه اكثر ابيع، يعني مرات اطلع شيشين، شيش الصبح وشيش من وغل العصر اطلع الشيش، والحمد لله ماشي. مثلا جبن وزبد لبن اخلي المربى معاها وصمونتين مثلا 750، او اقل لي بلف دينار، خلي لي 1000 دينار.